أخبار الكفار منكم مسلمين ولا كفار؟ نعم سهل التغير. أطفال الكفار مثل ما قال الرسول الله أعلم بالأخير وعامل حكم أهله لا يغسل ولا يصلى عليه مع أهله. إذا مات بين أهله يدفن مثل أهله لا يغسل ولا يصلى عليه لأنك أهله. ولكن يوم القيامة الله أعلم بالأخير وعاملين. والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة. الله يمتحنهم يوم القيامة ويأمرهم، فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار مع أهله يوم القيامة. وهكذا أهل الفترة الذين ماتوا في فترة ما جاءتهم رسل في الدنيا، ما جاءه رسل يوم القيامة يمتحنون ويؤمرون وينهون، فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. رسول الله.